عن حالة الطقس صار معنا عبر الهواء مباشرة الأستاذ ماهر حسن مدير مركز إنبات الإرصاد الجوية. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. شو بخبرنا عن هالشوبات أستاذ ماهر؟ حاليا تبقى أيضا الأجواء الصيفية حارة يعني خلال اليوم وغدا بشكل عام، ولكن الرطوبة النسبية المرتفعة على الساحل يعني قد تعطي أيضا الشعور زائد بالحر خلال هذه الفترة، وخاصة كما ذكرنا على المنطقة الساحلية والمناطق الغربية من البلاد. ولكن من المتوقع أن تبدأ إن شاء الله الحرارة بالانخفاض اعتبارا من يوم السبت القادم لتصبح حول معدلاتها مع بقاء الرطوبة النسبية مرتفعة على الساحل، ويكون الطقس يومي السبت والأحد غائما جزئيا مع إن شاء الله. وأيضا هناك فرصة لهطل أمطار محلية عشوائية خفيفة خاصة فوق المرتفعات الجبلية. يعني طقس الأسبوع القادم حار نسبيا ولكن بشكل عام مائل للاعتدال، يعني ما في موجات حارة قادمة، إنما الرطوبة النسبية تبقى مرتفعة على المنطقة الساحلية. عم لاحظ أستاذ ماهر يعني بريف العدقية أو بريف جبلي عم بيكون فعلا شهدنا أمطار، ولكن قياسا بالمدينة يعني المدينة كأنه أقل نصيب بهذا الموضوع. طبعا السبب هي أمطار محلية نتيجة الرطوبة النسبية المرتفعة، تتسلق الكتلة الرطبة تحتاج إلى جبال أو هضاب، لذلك يكون في الريف أكثر من المدينة. تسلق هذه الكتلة يؤدي إلى تكاثف الغيوم المحلية وأمطار خفيفة كانت طبعا. وأيضا يومي السبت والأحد حتى الاثنين تستمر فرصة هطل الأمطار المحلية العشوائية الخفيفة إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للرياح السطحية حاليا تبقى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، الرطوبة النسبية تكون مرتفعة تتراوح بين 60% إلى 90%. ودرجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 31 وصغرى 25، والمحسوسة هي حوالي 38 درجة مئوية بسبب الرطوبة المرتفعة. في المنطقة الجنوبية عظمى 40 صغرى 25، المنطقة الوسطى عظمى 35 وصغرى 23، في المنطقة الشمالية عظمى 39 وصغرى 26، والمنطقة الشرقية عظمى 41 وصغرى 28. يعني إن شاء الله كما ذكرنا اعتبارا من مساء الجمعة صباح السبت تبدأ الحرارة بالانخفاض التدريجي. أستاذ ماهر، يعني في كثير من الأخبار عم نشهدها عبر السوشيال ميديا، يعني مدى صحة هذه الأخبار أنه رح نشهد صيف حار جدا؟ على كل صيف هو حار، ولكن حار جدا وفوق الطبيعي أو شيء شاذ لا يوجد. يعني ونحن كنا حكينا عن هالموضوع بأنه في ظاهرة كان تسمى هي ظاهرة نينو في صيف 2023. صحيح. توقعنا شتاء جيد ومطير، وكان طبعا هذه الظاهره هي تؤثر على عناصر الطقس وعلى الطقس بشكل عام. يعني كانت حراره البحر واضح انه مرتفعه الصيف الماضي وكل الناس لاحظت هالشيء، هي ظاهره طبيعيه مناخيه تحدث كل يعني كل 3 سنين، يعني احيانا تصل الى شواطئنا، كان متوقع. هذه الظاهره انتهت الان. انتهت، يعني متوقع يكون حار طبعا حار، ولكن ليس فوق الطبيعي او غير معتاد، يعني طبيعي. يعني ضمن الطبيعي راح يكون طبعا اكيد. يعني بنتشكر مداخلتك معنا عبر الهواء مباشره الاستاذ ماهر حسن مدير مركز باس للارصاد الجوي، شكرا جزيلا لك. يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. شكرا شكرا كثير لك.